بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وعلى أصحابه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال وأحسن صحة. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، فقررت ان انا اعمل لكم الفيديو ده. الفيديو ده مهم جدا جدا، وهو عن مرض التسمم الدموي عند السلاحف. كتير بتجيلي أسئلة عن الموضوع ده، فان شاء الله هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن أسبابه وعن علاجه وعن طريقة الوقاية منه. بس أتمنى من حضراتكم أن حضراتكم تتفرجوا على الفيديو من البداية للنهاية، عشان طبعا الهدف من القناة أن احنا نربي تربية سليمة. هندخل بقى على الفيديو بتاعنا النهاردة ونقول إيه هو التسمم الدموي عند السلاحف. التسمم الدموي ده هو عبارة عن عدوى بكتيرية بتصيب الدم وبتنتشر بسرعة بكل جسم السلحفة وأعضائها الداخلية زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب إيه أسبابه؟ أسبابه التهاون في أي مرض حتى ولو كان برد بسيط، ممكن يتطور إلى التهاب رئوي، وبعد كده تتمكن العدوى من السلحفة وبتصل للدم، وساعتها بيحدث التسمم الدموي أو تعفن الدم. ايه تاني اللي ممكن يجيب لنا تسمم، يجيب للسلحفة تسمم دموي؟ طبعا مرض الصدفة اللي هو التقرح البسيط او تعفن الصدفة، ولو فعلا ما تمش علاجه الموضوع فعلا بيتطور وبيؤدي الى التسمم الدموي. طبعا كمان الاكل المتعفن بيؤدي الى عدوى في الجهاز الهضمي، وفي حالة عدم علاجه برضو بيؤدي للتسمم الدموي. عشان كده انا دايما بنصح ان احنا نشيل الاكل من قدام السلحفة بعد ما تاكل، لان الجو حر، في ذباب وفي حشرات، ممكن مع الحر ومع الحاجات دي الاكل يتعفن، السلحفة تصحى الصبح او اخر النهار تاكله تلاقيه متعفن، يحصل لها تسمم دموي. طبعا الإصابة بجرح أو حتى لو كان بسيط زي الجرح اللي في الصورة كده، ده برضو بيسبب تسمم دموي لو ما عالجناهوش بسرعة في خلال ساعة. لازم طبعا نطهر الجرح على طول عشان البكتيريا ما تنتشرش وتدخل للجسم من جوه ويحصل التسمم الدموي. طيب زي ما حضراتكم شايفين كده الصور اللي قدامكم، احنا بنعرف منين ان السلحفة عندها تسمم دموي؟ لما بنلاقي السلحفة للأسف الشديد، شايفين الصدفة بتاعتها فيها لون وردي او لون حمار، واحيانا بتبقى في الاطراف زي ما حضراتكم شايفين كده، احيانا الحمار ده بيوصل للون الاسود، دي طبعا بتبقى في مرحلة اخيرة للأسف الشديد. طيب هو كل لون احمر ممكن يكون في السلحفة يعني هو ده ممكن يكون تسمم دموي؟ لا طبعا، في كمان في تجار عشان يعلموا السلاحف بتاعتهم لما بيستلموا الحصة بتاعتهم بيعلموها بلون احمر على الصدفة على اساس السلاحف ما تتلخبطش، ده بيبقى مش تسمم دموي، ده بيبقى لون، فاحنا ممكن نغسله بفرشة اسنان ومية دافية. او كمان ممكن السلحفة تكون مثلا لا قدر الله مثلا وهي ماشية خبطت في حاجة حادة فعملت لها زي كدمة كده او حاجة، ده برضو ممكن ما يكونش تسمم دموي. فاحنا لازم نشخص المرض كويس جدا ونتأكد ان ده تسمم دموي. طبعا التسمم الدموي لما بينتشر في الصدفة كلها بنلاقي كل الاعضاء كده، بتبقى السلحفة وصلت للمرحلة الاخيرة، بنلاقي البطن وبنلاقي الصدفة زي ما حضراتكم شايفين كده لونها احمر، فده للأسف الشديد بيبقى صعب جدا علاجها. طب احنا نعمل ايه؟ احنا لازم نتابع السلحفة من البداية خالص عشان نقدر نحدد ان كان ده تسمم دموي ولا لا. والله لو السلحفة فيها اللون الاحمر ده بس شهيتها مفتوحة، حرقتها كويسة، الاخراج بتاعها كويس، بتشمس كويس وكله، ده بتبقى حاجة زي ما قلت لحضراتكم كده، ممكن تكون هي بس يعني حصل لها خدش او خبطت في حاجة حادة وهي ماشية، مش بيبقى تسمم دموي، بيبقى خبطة خفيفة مش تسمم دموي. طيب اعرف منين ان التسمم الدموي ده عند السلحفة؟ لما بيبقى عندها خمول وعدم القدرة على الاكل، عدم القدرة على الحركة، عدم القدرة على الاخراج، بنحس ان السلحفة، عدم القدرة على المشي كمان، بنحس ان السلحفة مش طبيعية، ده بيبقى التسمم الدموي.
وللأسف الشديد في الحالة دي بتبقى البكتيريا أكلت تقريبا كل الكرات البيضة والحمراء والبلازما المتواجدة بالدم. البلازما دي هي من ضمن مكونات الدم، وهي مادة شفافة جدا ولونها أكتر ميولة للون الأصفر، مهمة جدا في نقل الماء والأملاح. طيب عشان نتجنب لتجنب السلحفة من مرض التسمم الدموي ومرض الجهاز المناعي، أهم حاجة إن احنا ننظف البيت السلحفة يوميا. لو السلحفة مثلا عايشة في بيت ضيق طبعا لازم نوسعه، لأن البيت الضيق بيعمل توتر للسلحفة وبيخليها تحاول إن هي تخرج منه، وده بيأثر على جهاز المناعة بتاعها. طبعا كمان عشان نحافظ على بقية السلاحف، لو عندنا سلاحف تانية لان البكتيريا دي معدية، لازم نفصل السلحفة عنهم ونحتفظ بها في درجة حرارة من 29 ل 30 درجة مئوي، وكمان نعمل لها حمام مية دافي يوميا لمدة نص ساعة، ودرجة حرارة المية تبقى من 35 ل 39، ولازم نحاول نأكل السلحفة بشتى الطرق عشان تقدر تقاوم المرض. في دكاترة بتنصح لو السلحفة ما كلتش ان احنا نعمل لها عصير مثلا خس وخيار وجزر في الخلاط وندهولها عن طريق فرنجة، بس انا عن نفسي ما بحبش الموضوع ده، انا بحب نعرض على السلحفة مرة واثنين وثلاثة بس. لو يئسنا خالص والسلحفة عشان كانت مريضة رافضة الاكل، ممكن نلجأ للموضوع بتاع اللي هو نضرب الاكل في الخلاط ونديه للسلحفة. طبعا زي ما المرض بياخد وقت عبال ما بيظهر، برضو بياخد وقت على ما تخفف. الموضوع ده عايز محتاج صبر. لو حسينا ان مفيش استجابة لازم طبعا نوديها لدكتور بيطري، ويكون عنده معلومات عن السلاحف وبيقدر يتعامل معها ازاي. بنديها حقنة مضاد حيوي عند البيطري، هكتب لكم اسمها على الشاشة دلوقتي. وكمان لازم كمان نديها فيتامينات عشان نقوي السلحفة. طبعا لازم البيطري هو اللي يحدد على حسب وزن السلحفة الجرعة قد ايه. ايه تاني بقى احنا بنعمله في البيت جنب العلاج ده؟ بنجيب السلحفة وننقعها في محلول اللي هو البيتادين المخفف، بس طبعا نبقى اخدين بالنا كويس جدا ان المية بالبيتادين دول ما يوصلوش لرأس السلحفة ولا مناخيرها، لمجرد بس الصدفة. واحنا ممكن بقطعة قطن نبتدي نجيب من المية بالبيتادين ونبتدي ندهن عند ايديها ورجليها، نمسح لها كده، نمسح الصدفة من فوق بالراحة جدا. وكمان هكتب لكم اسم مضاد حيوي موضعي بنحطه على المناطق المصابة، هكتب لكم اسمه على الشاشة. وكمان لازم بعد ما بنعمل ده بنحتفظ بنشف، طبعا بنسيب السلحفة لمدة نص ساعة، وبعدين بنقوم بشطفها بمية نظيفة طبعا خالية من اي كلور، ونحتفظ بالسلحفة في مكان جاف بعيد عن اي طيار هواء. وبعد كده بنبتدي نحط لها المضاد الحيوي اللي هو الكريم الموضوعي اللي مكتوب قدامكم على الشاشة كده، وبنسيب السلحفة لمدة ساعة. وبعد كده بنهتم طبعا بالشمس، لان الشمس بتقتل اي بكتيريا، وبنهتم طبعا بنظافة البيت، وبطبق المية بتاع السلحفة لازم يكون نظيف، نغيره كل يوم، ما نسيبوش فيه أتربة وحاجات من دي. حاجة الوقاية خير من العلاج. لو احنا حافظنا على السلحفة ووفرنا لها بيئة مناسبة بالمواصفات اللي انا بقولها بأقل التكاليف، انا ما بكلفكمش اي حاجة، كل اللي مطلوب ان احنا نوفر لها بيئة مشابهة. اهم حاجة في البيئة المشابهة دي الشمس، بجد لو الشمس موجودة عمر الامراض ما هتدخل للسلحفة ولا عمر السلحفة هتعيا. زي ما انا قلت لحضراتكم قبل كده، الشمس عبارة عن بيطري بيزور السلحفة يوميا. الشمس بتطهر الارض بتاعت السلحفة، بتقتل اي بكتيريا، بتدي نشاط للسلحفة، بتفتح الشهية للسلحفة. بجد بجد الشمس اساسي في كل حاجة. ينعرض السلحفة للشمس قبل الظهر يعني قبل الساعة 10، يا بعد العصر، يا يوميا، يا ممكن نكتفي بثلاث مرات في اليوم لو احنا مش عندنا الشمس مباشرة في بيتنا. بس بجد هرجع واقول اللي ما عندوش شمس ما يربيش، لان الشمس اهم حاجة في تربية السلاحف.
ده كان فيديو سريع عن التسمم الدموي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وبحبكم جدا في الله، واذا عشت وكان لي عمر انتظروني في فيديوهات اكتر واكتر. هستنى كومنتاتكم الجميله اللي بجد بتسعدني وبتشجعني وبتخليني افضل مستمره وافضل انزل لكم فيديوهات على اليوتيوب. والى اللقاء في فيديو جديد باذن الله. باي باي.